الرئيسي لثنايا القعدان، وتمت الانطلاقة بحضور ومشاركة هذه الشعارات العملاقة. تهانينا والناموس لمالك رئاسة بطشان بن صالح اليامي على الفوز وعلى انتزاعها للشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح للثنايا البكار. وسنتعرف أيضا على فائز آخر ومشارك بطل سيحوز وأيضا ينتزع ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول شاهين لسعيد بن عبيد بن طيان المري على مقدمة الشوط وفي صدارة هؤلاء المنطلقين العمالقة. ننتقل من شاهين قعود وبعير بن طيان إلى المركز الثاني، ومن يحتل ثاني المراكز هنا مشهور سعد بن عنزاب خاتم النعيمي، ويليه من أصغر عطاياه على المركز الثالث تعود الملكية لحمد بن سالم بن لفجح المري على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن يحتل رابع المراكز أيها الأعزاء هنا مدهش سالم بن صالح بن مقارح المري على المركز الرابع. دور المركز الخامس والقدوم من الغربي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذا هو نداءنا يا متابعين مشاهدينا الأعزاء، ولكن قطر سات عاد مرة أخرى لتطحن المعركة مشاهدينا الأعزاء. هذا هو بركان مطوع النابث ومدهش والغربي، مدهش والغربي قادمين، مدهش مشاهدينا. سالم بن صالح بن مقارح يخترق حاجز الصوت مع مدهش، يا سلام الله، خلاص حسمها في الموقف الحساس بن مقارح مع مدهش من أدهش المتابعين وأدهش المراقبين. تهانينا على هذا الفوز المستحق لسالم بن صالح بن مقارح بشعار شديدة وشعار أيضا غيرها ورياض وغيرها. وهذا هو مدهش مشاهدينا الأعزاء يختطف ناموس الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان. تهانينا وناموس المركز الثاني قطر سات بركان مطوع النابت، المركز الثالث الغربي لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الرابع الريال لمحمد بن جابر بن جوير، بينما المركز الخامس من أصغر عطاياه لحمد بن سالم بن لفجح المري. تهانينا والناموس لمالك مدهش سالم بن صالح بن مقارح المري. التوقيت الزمني لمدهش 9:33 و42 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك مدهش سالم بن صالح بن مقارح المري على الفوز بالشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح. المركز الثاني قطر سات، وتوقيت قطر سات 9:35 18 جزء من الثانية. تهانينا لأبو راكان مطوع النابت. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء الغربي، وتوقيت الغربي 9:36 66 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أيها الأعزاء الأشواط تتواصل الانطلاقات.